غدا في هذه الحلقة الاستثنائية والمباشرة من قناة القلم، مواكبة لتداعيات الجريمة النكراء على جنودنا الأباسل في جبل الشعامبي. ونذكر أن هذا الاستوديو اليوم الخاص يحضر ضيفين كريمين، هما سيد اسكندر الرقيق ناشط سياسي وخبير معروف في المجال الاقتصاد، نجدد ترحابنا به، وأجدد كذلك الترحاب بسي صغير شامخ، هو مدون وأيضا ناشط سياسي يحضر معنا في هذا الاستوديو. مرحبا بهما. سي اسكندر، تداعيات كبيرة بالنسبة لهذه الجريمة على تونس، سواء كان في مجال سياسي أو مجال اقتصادي وحتى اجتماعي. هذه التداعيات ظهرت سواء كان في موقف المعارضة، في موقف المنظمات، بعض المنظمات، في موقف أيضا بعض الفئات اللي خرجت إلى الشارع تعبر عن رأيها وكذلك عن مواقفها من هذه الوضعية. كيفاش تراها أنت سي اسكندر؟ والله هذه الأزمة عرات مفهوم مفروض يكون متأثر فينا لكن وجدناه غائب. هناك مفهوم يقول الوطن أنا وأنت، مش يا أنا يا أنت. الوطن هو الجميع. الوطن أنا وأنت، حتى وإن اختلفنا، ما هواش يا أنا يا أنت. العملية كلها اليوم نحب نستحضر لك بعض النخبة السياسية ماذا قالت. سي عبد الستار بن موسى، معناها متاع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، يقول أنه من يفشل في حماية مواطنيه يجب أن يستقيل. يعني على الدزة هذه لو كانت تبقوها في مدريد وفي لندن وفي بوسطن، يعني يلزم أوباما يتنحى ورئيس وزراء بريطانيا يتنحى، لأنه موقف فش... المعارضة أيضا. أي نعم، يعني على كل عملية إرهابية تصير في مترو مدريد أو مترو لندن أو شوارع باريس يلزم الحكومة تستقيل ونعود من أول وجديد. ولو عملنا حكومة إنقاذ وبعد تصير عملية اغتيال لا نستطيع أن نحمي مواطنينا ولا حتى نحمي جنودنا، يلزم نعمل إنقاذ للإنقاذ وبعديك إنقاذ للإنقاذ للإنقاذ، ونقعدوا ديما في الانقاذ واحنا ما نخرجوش. اذا انت ترى المقترح هذا إيه؟ عديم الجدوى طبعا. يعني هذا يعني مزايدات سياسيه وسياسويه وايديولوجيه. العيال ما كبرتش، هذو ما كانوا يتعاركوا قبل في الجامعه، احنا ما احناش دخلنا، احنا الجيل الجديد. هذو كانوا يتعاركوا مع بعضهم في الجامعه في السنوات السبعين، وايديولوجيا بين الاسلاميين والماركسيين. اليوم يحبوا البلاد تدفع الثمن، الشباب الكل يدفع الثمن، لان هما فما حسبه ما صفاوهاش، عركه ما وفاوهاش في وقت كانوا طلبه في الجامعه. يا خويا خلينا من المزايدات. نحب نحكي لك سي الباجي قايد السبسي، رجل مخضرم سياسي مخضرم، خدم مع بورقيبه وخدم مع بن علي وخدم، ماذا قال في بلاتو مثل البلاتوات هذه في قناه نسمه وحمزه بجنبه وسولو، هو الوحيد يطلع سولو يعني مع الصحفيين. قال له يجب حل المجلس التاسيسي، هذا بعد 23، يجب حل المجلس التاسيسي. حمزه الصحفي حمزه ساله قال له ومن بعد شكون مش الدستور كيفاش تكتبوه؟ قال له يعمل الله، نحلوه بعد يعمل الله. معناها سياسة ادخل في حيط وبعديك اقول يعمل الله. هذا 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 عدم. هل ممكن حل المجلس التأسيسي ام لا حسب؟ لا يمكن ولا يمكن، والشعب واعي بالعملية. اصلا تراجعوا، هذم اللي قاعدين الان معتصمين يضيعوا في وقتهم، معتصمين قدام المجلس التأسيسي يضيعوا في وقتهم ويضيعوا في اصواتهم ويضيعوا في جهدهم في ايام الصيف والحر. اما حل المجلس التأسيسي يوم حتى الواش 40 وبعديك وصلوا 60، الكثير منهم تراجع. اليوم معلومات، انا كنت في تونس وجيتك من تونس العاصمة مباشرة من اجتماع مع بعض حتى قيادات في احزاب اللي او نواب في مجلس الوطني التاسيسي متراجعوا عن الفكره هذه. هذه فكره عدم، فكره ناس مهبله. ثم تاتينا ما يجري بي وتقول عندكم 48 ساعه، يعني ذكرتني ب 48 ساعه نتاع السيسي، انا 48 ساعه باش تلقاو حل، ما كانش احنا مش ندخلوا البلاد في حيط وعصيان مدني. عصيان مدني شنو يا بنتي؟ يهديكم يصلح رايكم. يعني هي ماشي يا انا يا انت في البلاد هذه، هذه بلادنا الناس الكل. وهذه اليوم يعني يلزمنا نلقاو حل للازمات تقربنا من بعضنا. فالعملية أخويا أن هناك من يصب الزيت على النار، والآن وجب الجلوس حول طاولة الحوار، مش نقلب الطاولة على روسنا وندخل في العدم وفي الفراغ وفي واحد. أنا أرى أنه الحلول، مش نطرح الحلول لأنه ربما الوقت واحد، خلينا نتو نوصل للحلول مع بعضنا. نوصل الحلول مع بعضنا، أما شوفوا سي صغير ترى يوافقك الرأي أم لا بالنسبة لهذه التداعيات وخاصة المقترحات الواردة من المعارضة أو من بعض المنظمات فيما يتعلق بهذه المرحلة السياسية في تاريخ تونس. شوف، نتفق مع سي اسكندر أنه الأزمة في تونس هي أزمة سياسية، هذا نتفق فيه. هي أزمة سياسية، هي أزمة سياسية. وقت اللي نكونوا في مواجهة أزمة سياسية الحل يحمل عقل سياسي، مناش في أزمة إدارية في تونس، مناش في أزمة متاع تسيير هيكل دولة منتصبة، الأزمة هي سياسية.
كان في العقلية أو في الممارسة على الميدان. الأزمة السياسية تفترض بالضرورة حلها يمر عبر عقل سياسي جديد وازن هادئ رصين ينجم يحط الأطراف الوطنية كلها على طاولة الحوار للتفاوض. من اللي يحدد هذا العقد؟ من يحدده؟ شكون؟ هذا الإشكال. هذا الإشكال الثاني اللي زاد عمق من الأزمة السياسية. كان مفروض الاتحاد يكون بالدور هذا. هذا عين المشكلة. هذا في حد ذاته هو المشكلة. ترى أن الاتحاد موقفه كيفاش؟ لهنا نختلف معك أنا أخوي. هو فقد حياديته وإن كان هو أسحب البساط من تحت المنادين بأن المجلس السياسي يتحل، وبالتالي اجتماع الهيئة الإدارية البارح الاتحاد لعمل الشغل. يعني بالفعل أثبت على الأقل نوعا ما من رصانة في قضية الحفاظ على شرعية وحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي وحفاظ على المسار الانتقال الديمقراطي اللي حد حققناه الآن، الحفاظ على ما أنجز حد الآن من الدستور إلى آخره. لكن هو يطالب بحكومة تكنوقراط على رأسها شخصية وطنية محايدة. نعم. هذه يتم بعد نطرحه كيفاش مش يكون وكذا. تفضل. كيفاش تختلف معه؟ قلت صغير شوف كيفاش تختلف معه تحديدا. المربع السياسي في تونس لا يشمل الاتحاد. الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة نقابية عندها نضالاتها في الجانب النقابي، هي منظمة تنتمي إلى المجتمع المدني، فبالتالي ليس طرفا في المعادلة السياسية في البلاد وليس حزبا سياسيا. يعطيك الصحة. إذن هو مهوش طرف في هالإشكال السياسي هذا. والمفروض أنه وقت اللي فما إشكال في المربع السياسي المبادرة تكون من داخل المربع السياسي. ترى أن الاتحاد دوره هو دور اجتماعي فقط نقابي فقط. فقط. وقت اللي الاتحاد يمارس دور سياسي وإلا يبادر داخل المربع السياسي فهذا دليل على شيئين. واحد، دليل إعاقة وشلل داخل المجتمع السياسي، وهذا ثابت منذ اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وتواصل وازدادت هذه العمق، ازدادت عمقا الإشكالية وهذا الشلل داخل الحياة السياسية. فما كورون كي باس با. إذن المشكل سياسي. يعطيك صح. فما إشكال سياسي الداخل. الإشكال السياسي هذا المفروض وأنه الحراك اللي تبنى عليه. شكون المسؤول عن المشكل السياسي؟ المشكل السياسي طبعا من مسؤول عليه كل أطراف الحياة السياسية كلها كاملة، كاملة اللي خارج الحكم، اللي في الحكم والتي في خارج الحكم، في قياداتها طبعا، في قياداتها السياسية اللي نشوفه فيها اليوم، اللي هي قاعدة تتكلم باسم الهياكل وتنظيماتها الحزبية. هذوما هما أسباب الإشكالية من جهة الترويكا، ومن جهة أخرى المعارضة، والزوز كما بعضهم يتحملوا نفس الجانب من المسؤولية كما اللي سمح على قدر المساواة ما بين الترويكا وما بين المعارضة. بطبيعة الحال ما تنجمش تساوي بالمسؤولية لهنا، لأنك المسؤولية لهنا وحجم المسؤولية اللي تلقيها على عاتق كل واحد منهم تدبهم من الوضعية اللي أنت موجود فيها ومن الظرف اللي أنت موجود فيه ومن الحدث اللي أنت موجود فيه. في 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 الحدث في الحدث في الحدث متاع اغتيال في الحدث متاع اغتيال الشهيد محمد البراهمي يتحملوا نصف النصف نفس المسؤولية، لكن في أحداث أخرى نجم يكونوا نختلفوا فيه. لا، منذ أول يوم، منذ أول يوم. اسمحني نحب نوضح فكرة أنه إحنا مشينا في خيار خاطئ. مشينا في خيار خاطئ منذ اليوم الأول. كان مفروض نمشي في حكومة مصلحة وطنية، الكل يشارك، الكل يحط يده في القصعة، لأنه ما مشينا في خيار أنه فما معارضة وفما ناس في السلطة. المشكلة وين؟ أنه اللي في السلطة غرتهم السلطة وحبوا يعملوا مغانم سياسية ومغانم حزبية. الحكومة الحالية طبعاً ترويكا كان مفروض تصر إلحاحاً أنه الكل يشترك. صحيح أنه سي مصطفى بن جعفر طلع بالفكرة، قال نعمل حكومة مصلحة وطنية، الناس كل تشارك يعني، وبالتالي الموزايك الموجود داخل المجلس الوطني التأسيسي يكون ممثل ميروار في المجلس في الحكومة في الجهاز التنفيذي للدولة. نعم. وهكاك الكل المسؤولية تقع على عاتق الجميع، إلا أنه الترويكا حست بهك زهوة النصر، فرمات الكلمة وما شدتش صحيح فيها، ما دعاتش، ما حاولتش تشارك اكثر ما يمكن من الناس في الحكم. هذا خطا سياسي. كان مفروض العريضه الشعبيه تكون داخل الحكومه، لانه في ذاك الوقت كانت كتله كبيره وكانت كتله وازنه وكانت مفروض
تعطى حقائب وزارية وتشارك في الحكم. كان مفروض البي دي بي وقتها يشارك في الحكم ويلحلحوا به ويقرقوا به باش يدخل في الحكم باش ناس كل تتوزع المسؤولية. كان مفروض حتى اللي طلع بمقعد واحد اللي هو حزب العمال الشيوعي كان عنده مقعد أو مقعدين، كان مفروض حتى يدخل في 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 في, في الكعكة متاع في الطاولة متاع الحكم ويشارك في الحكم، لأن المشاركة تخلي الكل متساويين في المسؤولية وما ثماش ناس تزيد على ناس، لأنه هي مرحلة انتقالية، مرحلة تأسيس. احنا نأسسوا مع بعض، نأسسوا اليد في اليد ونعملوا ونصرفوا الأعمال ونديروا الشأن العام اليد في اليد، أما مش تشكب علي ونشكب عليك. فالاثنان أخطأوا يعني هذوكم. يعني نقول لك احنا اقترحنا على المعارضة ولكنها لا لا انت اقترحت، لكن انت زاد انت كيما تعزمني كيما صيغة الاقتراع، انت كي تعزمني في دارك تقول لي تفضل تعشى، مش كيما تقرق بيا وتفرح بيا وتصر ان جي. المسؤولية هي مسؤولية مشتركة بين الجميع. بالضبط، انا تدعو الى التوافق انت. هذا الحل كان المفروض يصير من اول يوم، لكن الان خلاص الشرخ اسفين الاسفين الفرقة والتفرقة والكره والبغض. يا ولدي فما حقد الان، حقد دفين، حقد. كيفاش نتخليو عن هذا الحقد؟ لازم كان فما دواء في الفارماسي تو نشريه لهم، نعطيهم كل واحد طابه طابه. لا مؤكد فما موجود حل، ما هو الدواء هي تولعتيك. انا عندي بعض الحلول. انا تعسفت على اخويا صغير، نحب الرجال الكلمه، حبيت نوضح النقطه وين اخطانا منذ البدايه. وين كان الخطا؟ كان مفروض الناس كل تحط ايدها في 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 العجينه، شوف وتعجن وتخبز مع بعضها. نعم. امتدادا لنفس نفس الفكره، كان المفروض انه نتائج انتخابات 23 اكتوبر شنو يخرج عليه؟ المفروض وانه ما فهمش حاجه اسمها حكومه وحاجه اسمها معارضه. احنا في مرحله تاسيسيه، ماناش في مرحله تنافسيه. قواعد اللعبه اصلا الديمقراطيه في المرحله التاسيسيه تفترض مشاركه الجميع، تتبنى بمشاركه الجميع. هذه المرحله تتبنى بمشاركه الاطراف اللي المستعد. هذا 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 ما لم يحصل. وقت اللي ما حصلش هذا وين دخلنا؟ دخلنا في مرحله وانه الترويكا تمارس في السياسه بحجمها الانتخابي بالشارع، بعدد الأصوات، بالحشد الجماهير، والمعارضة تمارس في حملة انتخابية مبكرة بحجمها السياسي، وهذا الإخلال وين صار ما بين الزوز. فبالتالي لهنا الاستراتيجيات تتقاطع. كان منطقي جدا وأنا باش يجوا نهار ويتصادموا في رؤوس بعضهم، وهذا اللي صار افكتيفمون. يعني تقريبا بعد 4 شهور ما يجري بدعات إلى حكومة وحدة وطني، من بعد بيامات تدعو الى حكومه انقاذ وطني. يعني ما كانت واضحه وين ماشيين اليوم. الحلول المقترحه سي صغير، لانه الوقت يتسارع بينا، من بين الحلول من المعارضه وموقفها تحديدا، نقول لك لابد من حل المجلس التاسيسي، لانه لم يستطع انه يقوم ويطلع بالمهام الموكوله اليه. شوف هذا كلام غير مسؤول. حل المجلس التأسيسي وحل الحكومة من يتحدث؟ لا لا لا، ما نتحدث على المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي اللي يتحدث على حل المجلس الوطني التأسيسي في الفترة الحالية في تونس. أيوة. هذا تصرف غير مسؤول. لما؟ لأنه المجلس الوطني التأسيسي هو عماد استمرار مركزية الدولة في الفترة الحالية، يستمر بالمهام جميعها للموكولة لي حاليا، وإلا ثم مهام محددة لابد أن يطلع بها. هو شبقى من مهام المجلس الوطني التأسيسي؟ يعني ما بقاله حتى شيء. القانون الانتخابي تقريبا اتفقوا عليه في الحوار في قرطاج ما بين الفرقاء كلهم. الهيئة متاع الانتخابات مازال فيها عضو. اللجنة التوافقات وصلت لصيغة نهائية حول نقاط الخلافية في الدستور. يعني مازال الدستور يقع مناقشته فصلا فصلا ثم التصويت عليه في 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 جلسة عامة. يعني ما بقى حتى شيء. هو وصلنا للنبع ومش الهيئات الدستورية تقريبا حاضر المشروع كامل. المرة اللي فاتت جمال طوير يعني أعلمني وأنه تقريبا كل شيء حاضر، ما فهمش حتى إشكال. سمحني فضل. الإشكال وين لهنا؟ أيوة. الإشكال وأنك المهام بتاع المجلس التأسيسي أصلا في الدرج الأخراني، في الدرج الأخراني، وتعرف جيدا كونك داخل على مرحلة تنافسية بعد المرحلة هذه. صحيح ما عادش مرحلة انتقالية أخرى، وما عادش مرحلة تأسيسية أخرى، ما عادش نجموا نتعدوا البلاد اليوم الوضع فيها، ما عادش يحتملوا أن نتعدوا مرحلة تأسيسية وإلا مرحلة انتقالية أخرى. لابد أن نتعدوا إلى مرحلة متاع 5 سنين، مرحلة استقرار، مرحلة بيستخدم فيها الاقتصاد متاع البلاد، مرحلة متاع انتخابات قد ما تنجمش تدخل لها. ما مدى شرعية حلان المجلس التأسيسي صغير؟ أنا ماذا بيا نسأل أهل الاختصاص وأهل القانون، ويسعدنا أن يكون حاضر معنا الأستاذ علي سعلي. مرحبا بك سعلي، حاضر معنا في هذا اللقاء. سعلي هو أستاذ مختص في القانون الدولي. مرحبا بك سعلي. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة الكلام. أستاذ
سيد الهرابي، أنا باحث في القانون الدولي وكذلك محامي. مرحبا بك سي علي الهرابي. سي علي، يا ريت بشكل دقيق ومحدد، ما مدى شرعية الدعوة إلى حلان المجلس التأسيسي من وجهة نظر قانونية على الأقل؟ به سعيد الهرابي يبدو أن المكالمة انقطعت. هل ممكن سي اسكندر أن ننادي اليوم بحلان المجلس التأسيسي حسب رأيك؟ طبعا ذكرت هذا، ونريد أن نتجاوز النقطة هذه إلى ما هو الآن. تم تقريبا التراجع عن هذا المبدأ. هذا المبدأ كان مبدأ عدمي أطلقه السيد الباجي قايد السبسي منذ أشهر، وحاول بكل ما أوتي من قوة بخلال حزب نداء تونس أن يروج له، وأن الشرعية انتهت بانتهاء يوم 24 أكتوبر بعد يوم من الواحد، وفشل في ذلك. ثم أتت الأحداث الأليمة هذه، فأعادت طلعت الفكرة من أول إلى طفت على السطح وبدأت تتداول، وبدأوا خرجوا 40 عضو في البداية جمدوا عضويتهم، حبوا يستقيلوا، بعد شافوا أن الشهرية مش تضيع عليهم وأنه يجموا يعوضوهم، دوك عملوا انسحاب. خنشوفوا هالسبب هذايا، هل ترى يمكن أنه يبني دعوة بعض الأطراف إلى حلال المجلس التأسيسي قانونيا ولا؟ سعلي الهرابي معنا مجددا في هذا اللقاء، مرحبا بك سعلي. مرحبا بك. سعلي، هل ممكن أن ندعو إلى حلال المجلس التأسيسي قانونا؟ لا بصراحة، معناها يعني أولا أريد أن أوضح نقطة مهمة، أني لا أنتمي لأي حزب سياسي، ولكن الدعوة إلى حل المجلس الوطني التأسيسي هي ليست في طريقها من الناحية القانونية، لأن مجلس انتخابه الشعب، والشعب وحده هو الذي يحل هذا المجلس. وأضف إلى أن المجلس الوطني التأسيسي هو المجلس الذي جميع سلطات الدولة تنتظر، يعني شرعياتها تستمد من هذا المجلس. فرئيس الجمهورية وقع انتخابه من المجلس الوطني التأسيسي، وكذلك رئيس المجلس التأسيسي نفسه وقع انتخابه من المجلس الوطني التأسيسي، وكذلك هذه الحكومة لم تباشر مهامها إلا بعد أن نال تصفيق من المجلس الوطني التأسيسي وفق المقتضيات الفصل 15 فقرة 3 من قانون منظمة الصورة العمومية. نعم. وبالتالي المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة التي يمكن نجتمع حولها جميعا باختلافاتنا، بخلافاتنا السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي كذلك الحديث عن حل المجلس الوطني التأسيسي هو حديث عن حل آخر نقطة يمكن يجتمع حولها التونسيين. الإشكال في الحديث به، يبدو أن المكالمة انقطعت مرة أخرى، نحاول نرجع لسعلي مجددا. رغم هذا الانسحاب، مشروعية المجلس التأسيسي تبقى قائمة سي اسكندر؟ يشك في مشروعية المجلس التأسيسي اليوم. يعني قلت لك، يعني أنا نوافقه، وأنا كذلك ناشط سياسي مستقل، وهو قانوني أنا اقتصادي. يعني قلت لك لا يختلف عليها اثنان عاقلان هذه العملية، أنه يعني اللي يقول المجلس التأسيسي يزمه يتحل هو يخرف اليوم. حتى الاتحاد العام التونسي للشغل يعني اليوم أقر بشرعية المجلس الوطني التأسيسي، وإن كان اعتبرنا رأي ورأيه لأنه نظرا لتماسكه كمنظمة عتيدة وتاريخية في تونس، وكان لها مساهمات في الحركة الوطنية الأخيرية، اليوم أعطت رأيها أنه المجلس التأسيسي هذا خط أحمر ما نحكيوش فيه. ثم خط من أحمر، من يدعو اللي حد ينسحب ينسحب. لا تحديد مدة هذا، يا أخي لا 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 تحديد. هناك أنا فما اثنين شفتهم يقدموا في صوابعهم ونادمين ويعضوا على صوابعهم. الباجي قايد السبسي شفته يقدم في صوابه على العملة اللي عملها، وأنه تحت هو فترة الانتقالية نظم الانتخابات هذه متاع المجلس التأسيسي. وفما واحد آخر شفته كذلك نادم أشد الندم، هو سي كمال جندوبي اللي رأس ليزي. ونحبوا نجي ونحطوا صبعنا على الداء اليوم، شنو هو راهو الداء؟ هو الانتخابات الجاية. الكل يحسب كيفاش مش يدخل الانتخابات الجاية، وخاصة أنه الأحزاب اليوم ترهلت في عوض التقوى، ترهلت سي بي آر ولا خمسة، وزاد استقال شو اسمه الهادي بالعباس مؤخرا. نعم. يعني المؤتمر التكتل، يعني فشل، معناه فرغ من قواعده التكتل، رغم انه عمل المؤتمر عنده تكنوكرات باهيين، عنده كوادر باهيه، لكن قواعد شعبيه ما فماش. ترهلت الاحزاب اليوم، البي دي بي انقسم الى نصفين، وجزء منه مشان دمج، والاندماج فشل مع افاق تونس. اليوم الاحزاب فارغه، وكلها تخمم انه الانتخابات ربما ما تساعدهاش، مش تكشف حقيقة كل حجم كل واحد في الصندوق. انت ترى انه هذه حملة انتخابية سابقة؟ طبعا حملة انتخابية سابقة، والكل تجاذبات، وباش كل واحد يحب ياخذ امتيازات، باش كيفاش يدخل الانتخابات باكثر امتيازات ممكنة، ويحبوا يتأكدوا انه اليوم الانتخابات تصير حرة ونزيهة وشفافة وعادلة، وما عندها حتى
حتى أدنى شك ولا حد يخدش في مصداقيتها. وهذه اليوم بيت القصيد ومربط الفرس. اليوم كيفاش باش نكونوا الهيئة اللي زي هذه؟ يا أخويا مستعدين نتفاهموا في اللي زي اللي زي ما هي توا مازال لها واحد نكملوا نعملوها الواحد هذا ننتخبوه، وإذا حد مش عاجبته نائب واحد مازال نائب عضو واحد عضو منتسح. واحد نعم. وإذا كان النائب هذا انتخبناه وكملنا يا سيدي تحبوا نطعموها بحيث نجيبوا من كل زوز من كل حزب يكونوا أعضاء مراقبين داخل ليزي داخل يحضروا الاجتماعات باش يطمنوا ويرتاحوا على قلبهم ويرتاحوا ويتنفسوا ويعرفوا أن الانتخابات مش تصير انتخابات حرة ونزيهة. يلزم اليوم معناها ال- 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 يلزم اليوم أنه يصير معناها بعد ما نحدوا هذا قانون الانتخاب ونتفقوا عليه ونجيبوا ليزي يا اخويا نجموا حتى المراقبين الدوليين في عوض نجيبوهم قبل من شهر من الانتخابات نجيبوهم حتى قبل 3 شهور من الانتخابات مش مشكل ندفع الفاتورة نعملوا حملة تبرعات ونسكنوهم في أعز الفنادق ويجيبونا المراقبين الدوليين خلي هالناس الكل ترتاح وتقول أنه فما ويا اخويا إذا عندك مشكلة مع الترويكا والشعب كيرهها الترويكا راهو طمان راهو الشعب التونسي ذكي توا يعاقب الترويكا توا يعاقبها الترويكا ما عاودش ينتخبها وإذا كان الشعب ما يحبش نمط العيش والنموذج المجتمعي اللي طرحته النهضة واللي ما شفنا منه حتى شيء للآن النهضة لا جات سكرت شطوط لا سكرت بيران لا دخلت على الحرية الشخصية بل بالعكس دخلت في دستور صحت على دستور يكمل يكفر حرية الضمير من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر مع العلم أنك مستقل أنا مستقل طبعا لكن مستقل. أنا نحكم على ما هو في الدستور ونحكم على حال كل حزب بعيدة اليوم النهضة إذا كان الناس تخاف من نموذج المجتمع اللي طرحته واللي الناس كل عملته بعبع وغول أنه هو سيء معنى غدو حي إنسان الكل مش تولي كي أفغانستان وطالبان مش تولي تحكم في تونس اليوم النهضة أثبتت موديراسيون اليوم تونس باش نجحت تونس مثل أنه معتدلين من التيار الإسلام السياسي ومعتدلين من ما يعبر عنه التيار التحديثي التقدم الديمقراطي العلماني اللايكي اللي تحب تسميه اليوم هذم المعتدلين حطوا يدهم في يد بعض وعملوا ترويكا ورغم اللي معناها هذا هو النموذج أن نحبوا المعتدلين لأنه تونس لا يمكن أن يحكمها نموذج واحد إذا تحبوا يحكمها نموذج واحد رجعوا بن علي واعتذروا له وقولوا له يا بن علي سامحنا راهو احنا غلطنا في حقك ويجي يرجع حكمنا بالنموذج متاعك الشعب التونسي ما يحبش يرجع إلى النموذج الواحد صحيح احنا نحبوا تنوع نعم أنا وأنت نعم. الوطن أنا وأنت نعم. مش يا أنا يا أنت اليوم نسمع أصوات نعمل حكومة إنقاذ وطني ونعزل الترويكا لا نحبوا السي بي ار ولا نحبوا التكتل ولا مصطفى بن جعفر ولا نحبوا جماعة النهضة يعني هل هذا هو يعقل اليوم في تونس ما بعد الثورة نعم احنا في الحوار هذا موجود أنا وأنت وسي صغير وجمهورنا الكريم ومعنا أيضا سعلي الهرابي مجددا خلينا ناخذ محاولة أخرى معه في الاتصال سعلي فيما يتعلق بمشروعية المجلس التأسيسي وحلانه في هذا الظرف بالذات هل هو ممكن أم لا قانونا من الناحية القانونية كما سبق أن قلت أنه لا أحد له الصفة أن يقوم بحل المجلس الوطني التأسيسي هذا المجلس كما قلت أنه هو كان ينتخب من طرف الشعب التونسي في أكتوبر 2011 وحتى أنه سلطات الدولة الحالية كل تستمد يعني شرعيات المجلس الوطني التأسيسي كرئيس الجمهورية ينتخب من المجلس رئيس المجلس التأسيسي كذلك ينتخب من المجلس رئيس الحكومة والحكومة ما لم تقم بمهام ولا تستطيع أن تباشر مهام إلا بعد أن أخذت يعني ثقة من المجلس التأسيسي وفق المقتضيات الفقرة 3 و15 من قانون منظمة المصلحة العمومية لكن ما نلاحظه اليوم هو في إطار التشنج السياسي ما بين المعارضة والسلطة حول أن البعض ينادي بحل المجلس التأسيسي بتلسان الفراغ وهنا إشكال كبير جدا سيطرح إذا من سيقوم بباقي السلطات في الدولة ثم من سيضع الدستور الجديد بعدما مرنا بمرحلة يعني سنة ونصف ولكن في المقابل كذلك لا يجب أن يبقى المجلس التأسيسي ما لا نهاية بالتالي يجب أن يكون هناك موقف توفيقي لا نحن لا نطالب بحل المجلس الوطني التأسيسي ولكن لا نترك المجلس الوطني التأسيسي أن يبقى إلى ما لا نهاية وبالتالي ربما لاحظت أنه بالأمس أن خطاب الحكومة حددت بعض الأجال كالانتخابات في 17 ديسمبر إمكانية أن يكون الدستور جاهز في أوت بالتالي ربما تتقارب وجهات النظر ويكون مجلس الوطني التأسيسي المرحلة التي تبقت له وتمر البلاد بسلام خاصة نحن في وضع حالي حساس وضع وطني حساس وضع إقليمي ودولي حساس ما تشهده الشقيق الليبي وكذلك مصر بالتالي لابد أن نأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد وبالتالي أنا نصل إلى المرحلة النهائية التي لربما لا تتجاوز شهر ديسمبر 2013 ومن سينتخبه الصندوق نحن سنتبعه أما الأسلوب الآخر نتاع يعني أسلوب أن ندخل الوضع في يعني مسح الماضي نعم. وما قمنا به من مجهودات في وضع الدستور إلى آخره هذه أيوة. المسألة يبدو أنه شخصيا أنا لا أوافق يعني من يذهبون إليه ورغم أني لست مع السلطة صحيح السلطة قامت بأخطاء
صحيح المعارضة قامت بأخطاء، صحيح المجلس التأسيسي قام بأخطاء، صحيح الأغلبية في التأسيس قامت بأخطاء، صحيح الأقلية في التأسيس قامت بأخطاء، ولكن تونس لم تخطأ ويجب أن نذهب إلى المجهول. هذا ما أريد أنا شخصيا، موقف واضح سياسي ولا أبند لأي جهة سياسية، وانتقدت الجميع في جريدة الشروق والحصاد إلى آخره، ولكن لابد أن يكون هناك عقلانية رسالة، لأنه وضع حساس، وضع خطير، يمكن أن نقول خطير. وضع إقليمي كذلك مرهق ومتعب للبلد، وضع اقتصادي كذلك مرهق ومتعب، وضع اجتماعي المواطن التونسي كلا ومل من السياسة ومن الضربات ومن الاعتصامات ومن إلى آخره وإلى آخره. كذلك ما تفوق يجب أن تأخذ كذلك المسؤوليات التاريخية. أنا شخصيا لو وافق عضو في المجلس التأسيسي يقول أنا سأعتصم وأنا سوف أعمل في التأسيس وأنا سأستقيل، إن هم قدم لك الشعب التونسي واحترمك لأجلها وقدرك لذلك، بالتالي يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولية. واضح سعلي، مع الشكر والتحية ليك على هذه الإضافة القانونية. صغير، احنا في نهاية الحلقة اليوم المباشرة لمشاهدينا الكرام، شنو تقترح كحلول حسب رأيك أنت لهذه المرحلة الحساسة اللي نعيشوها في فترة اليوم في تونس؟ هو شوف، فما زوز اقتراحات، الاقتراح هو اقتراح وحيد في النهاية، لكن عنده زوز مداخل. المدخل الأولاني هو أنه سبب الأزمة الأصلي في البلاد هو هالانفصام اللي صار ما بين ديناميكية الشارع ومسار سياسي متعثر في البلاد. الحل هنا يقتضي العودة بالضرورة إلى نقطة تقاطع والالتحام ما بين ديناميكية الشارع وانتظارات الشارع أصلا والمسار السياسي ونهايته ومآلته. المسألة الثانية هي شنية؟ المسألة الثانية قلت لك من بكريكا أنه اليوم فما ضرورة وطنية لتوجيه رسالة واضحة إلى كل الأطراف هذه تتحمل فيها مسؤولية السلطة اللي موجودة الآن أو اللي موجودة داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي تحديداً، لا اللي موجودين داخل المجلس الوطني التأسيسي كلهم. وأنا نأكد وأنه فما تقريباً كل الكتلة الديمقراطية إذا كان مهيش حتى كتل أخرى اليوم تراجعوا عن مطلب حل المجلس الوطني التأسيسي. فبالتالي الناس هذه المفروض أنهم يواجهوا رسالة واضحة إلى الشعب التونسي وإلى الأطراف الموجودة خارج المجلس الوطني. هي الرسالة حسب الرسالة هذه مفادها كما قلت لك في أول الحصة، تونس هذه بيتنا جميعا، وإذا تهاوى السقف فسيسقط على الجميع لا قدر الله. هذا ما لا نريده. لا قادرين. فبالتالي لابد أن يكونوا جنود الكل يشدوا هذه. هذا جانب. الجانب الثاني هو شنو؟ الجانب الثاني هو أنه هل الإشكال اللي صار هذا مهوش على نتائج عمل المجلس الوطني التأسيسي حتى نكون واضحين، هو على تركيبة المجلس الوطني التأسيسي في حد ذاته وعلى السلطة التي انبثقت من المجلس الوطني التأسيسي. مش راجعوا التركيبة. فبالتالي اليوم هالتركيبة متاع المجلس الوطني التأسيسي هذه متاع شكون؟ هذه جابها شعب. فبالتالي لا يحق لغير ذلك الذي أعطاه الشرعية بالتواجد داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي أنه جي طالب بإزاحته، إلا إذا كان تحرك الشعب هذا مرة أخرى ولهنا وذول تشوفوا فيها يعني معنا سي سكندر يعني هي إشكالية. اليوم الإشكالية هو شنو؟ الإشكالية وقت اللي يكون هالمتركاج الإعلامي لتضخيم حدث، وأنه المطالبة بحكومة الأنقاذ والمطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي. كيف اشتراها أنت الحلول هذه؟ هذه حكومة أنقاذ وطني هذه بالنسبة لي أنا ما عندها حتى معنى. ممكن وأن نمشي في حكومة وحدة وطنية ضيقة العدد في فترة وفي في في جدول في جدول زمني في جدول زمني، لكن هذا لا ينفي وأنه الحكومة لابد أن تكون متشكلة من سياسيين وتوافق على الأطراف السياسية، لأنه الأزمة السياسية راكي تقول حكومة بكريكا سمعت كالكبار، فما ناس تتحدث على حكومة كلها تكنوقراط، واصلا هذه كلمه تكنوقراط هذه غير موجوده، ما فهمش حاجه اسمها تكنوقراط. يعني تكنوقراط نتحدث من جهه الاستقلاليه. غيرت رايي، اذا الحل في حكومه وحده وطنيه، حكومه وحده وطنيه مشكله من السياسيين. أيوة. من السياسيين باكبر قدر ممكن من التوافقات من السياسيين، مع امكان تحييد وزاره السياده. خلي وزاره السياده هاكا حيادي هي موجود السيادة. لكن الحيادية في السيادة مع توسيع قاعدة المشاركة في الحكم،
توسيع قاعده المشاركه في الحكم تنجم تشمل زوز او ثلاثه اطراف اخرى موجوده اليوم داخل قبه المجلس الوطني التاسيسي وعندها تاثيرها يعني ماهيش الاطراف الكلها عندها تاثيرها والاطراف هذه فما اجماع على انها اطراف وطنيه هادئه وازنه وحتى مصلحه البلاد كهدف امام. فهذا المقترح تراه ممكن وقوع اليوم التداعيات السياسيه التداعيات الاقتصاديه اللي تعيشها بلادنا اليوم اسكندر ترى حلها وين؟ والله شوف اول شيء الوضع وضع انا نعتبره اذا كان للقارئ واللي يعرف ويشوف تجارب الدول الانتقال الديمقراطي الاخر راهو وضع تونس بالنسبه للدول اللي عاشت الانتقال الديمقراطي وضع طبيعي جدا بل بالعكس ربما وضع ممتاز. نحن فما تهويل اذا للوضع؟ لا لانه الناس ما شافتش وما درستش تجربه رومانيا بعد تشاوسيسكو ما شافش تجربة يوغوسلافيا كيف انقسمت ولا صربيا عندما يختار رئيس الوزراء. احنا الان اختالونا عضو في المجلس الوطني التأسيسي نحسبه شهيدا. وما انقسموا لا اليوم الاقتصاد الاقتصاد متاعنا بالنسبة لاقتصاديات دول عاشت الانتقال الديمقراطي المناخ السياسي بالنسبة لدول عاشت الانتقال الديمقراطي راهو لباس ما هوش حاجة كارثية. هناك من يريد أن يصوروا حاجة كارثية لتحقيق مكاسب حزبية وبالتالي اليوم التداعيات احنا إذا كانت طوالت المدة نحن نعاني من بطء. يعني كان مفروض الدستور بالفعل يتلم ويتكتب ويتعرض على النقاش ويتحسم فيه في أجل سنة لكن مع الأسف يعني الفرقاء السياسيين داخل القبة خذاهم برشا وقت باش كسبوا الثقة وباش كسبوا ثقة بعضهم وباش نجموا في الليجان يكمبوزيوا مع بعضهم. وطبعا احنا كذلك في تونس تنقصنا الفاعلية هذه خلاهنا بورقيبة وجابنا وزاد رسخة بن علي. انت مفروض حاجة تعملها في شهر تاخذك شهرين وثلاثة شهور وتعملها في عام تبني بنية مفروض تاخذ عام تعمل ثلاثة سنين. وهيك طبيعة التونس انه احنا شعب من البحر الابيض المتوسط احبالنا طويله بشويه بشويه سبيته سبيته والمبات في سيدلان هذه طبيعه التونسي. اليوم اذا الدستور اليوم الدستور المسافات هذه الموجوده ما بين بعض الاطراف هذه خذات وقت نخرجوا منها خذات وقت والازمات كل حديد يطرقوا باش يقوى. الازمات طرقتنا وعرفنا اليوم وصلنا للنبع مش نشربه ما زلنا نلعبه في الربع ساعة الأخير قال أخويا صغير في الدرج الأخير مش نوصله للنبع مش نشربه. احنا اليوم الدستور تم تقريبا توافق حوله نسبة 90-95% اللي يزيد كونت. إذن احنا خلنا نعطيك الحلول أنا لأنه يهمني السادة المشاهدين في دقيقتين. اليوم عنا ليزي يزمها تتكون ويزمها تكون مريحة ومرتاحين منها الناس الكل. عندنا الدستور وتاريخ الانتخابات يزمو يتحدد تواريخ ورزنامة في أقرب وقت ويزم هنا دور سي مصطفى بن جعفر يطلع للرأي العام ويعطينا رزنامة يلزم بها نفسه وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويلتزموا فيها ويعطينا التواريخ الفينال النهائية بنهاية الدستور نهاية الدستور والموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وكل شيء يقررها المجلس ولا تقررها هيئة؟ لا هو طبعا المواعيد يقترحها المجلس لكن الهيئة طبعا هي تكونت الهيئة نفوة تكونت هي اللي مش تطلب ميزانية هي تكون مستقلة مش تطلب ميزانيتها ومش تعمل رزنامتها باش تحضر أمورها على حسب الإمكانيات متاعها وحسب كذا توافقها. ثالث حاجة الحكومة الآن الحكومة هذه تعهدت أنه في ديسمبر 2013 توفى مهامة وتولي حكومة تصريف أعمال أصلاً هي انتهت وبالتالي اليوم الحكومة هذه إذا كان ممكن نخليها حكومة مصلحة وطنية مع الحفاظ على حيادية وزارات السيادة أنا نراه شيء ممتاز. أنا نطالب رئيس الحكومة السيد علي العريض يطلع يمد يده يقرق المرة هذه يقرق بيهم باش يدخلوا اللي يحب يدخل ويحط يده في هالحكومة هذه ويراقب بلكش الحكومة هذه مش تزور الانتخابات هم راهو همهم الوحيد أن الحكومة هذه تمشيش تزور الانتخابات. احنا عندنا ليزي وعندنا مراقبين دوليين الحكومة مش تتلها يجعلها تتلها بالملفات الحرقة بتاعها اللي هي فشلت في كثير منها بسبب بيروقراطية بن علي اللي خليها لهم ألغام. احنا عندنا ألغام الشعبي وعندنا ألغام القوانين الموجودة في الإدارات والقوانين المعيقة اللي خلتنا اليوم ما نصرفوش أكثر من 17-18% من ميزانية التنمية لسنة 2013 وعندنا بنود في 2012 ما زلنا ما صرفناش. وكيزم الحكومة هذه نلقاو أكثر ممكن نوسعوها وإذا حبوا تتوسع ما كانش تقعد كيما هي تصرف أعمالها. وإذا كان خايف منها أن هي تزور الانتخابات راقبها يا أخويا وحيدها كومبليت مع الانتخابات. الجيل الشيء الآخر نختم بها لأن الوقت انتهى هو يلزم رد صارم وقوي على الإرهاب يلزم تتجند الآن يتفق فيه جميع لا 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 ما يتفقوا لا أنا نطالب جيشنا الوطني ونطالب أمن الجمهوري ونطالب مخابراتنا ونطالب يحطوا كل إمكانياتهم المادية والبشرية
لكشف عن الجنات، ونحبوا روسهم يجيبوا لنا روسهم هالجنات هذوما اللي اليوم قتلوا اولادنا في 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 الشعامبي، واقتلوا جنودنا البواسل، واقتلوا قياداتنا السياسيه، وهذوم قاعدين يعيثوا في الفساد. هذا ابو بكر الحكيم يحبوا راسه، هذا مفروض الان في يقبع في سجون فرنسا، علاش جايبينه الان لتونس؟ ما نبعثوا لتونس باش يعمل حماسك معروف ومؤكد انه الناس الكل نطمح الى انه الجنات هذوما يتم الكشف عنهم ومحاسبتهم، لانه الدم التونسي غالي كثيرا. مشاهدينا الاعزاء، نحب نشكر ضيفينا الكريمين سي اسكندر رقيق على الحضور، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك سي صغير ايضا شامخ، شكرا على حضورك بيننا في هذه الحلقه الاستثنائيه واللي خصتها قناه القلم لكم مشاهدينا الاعزاء، حتى نواكب تداعيات الجريمه النكراء على جنودنا الاباس اللي نترحموا عليهم مره اخرى. شكرا لجميع مشاهدينا، ونلتقي في حصه اخرى من رجع الصدى.